أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأكاديمي إلى درس جديد من دروس محادثات بالفرنسية للمستوى الابتدائي. اليوم عنوان المحادثة في المخبز رقم 2 à la boulangerie. à la boulangerie. طبعا محادثات تكون مشابهة للدرس السابق لكن فيها بعض الزيادات للفائدة. طبعا شيء علمي. طبعا إذا الحوار يدور بين الزبون كليون والإمبلوي الموظف أو العامل في المخبز. إذا بسم الله وعلى بركة الله. كليون زبون بونجور بونجور يوم طيب مسيو سيدي بونجور مسيو بونجور يوم طيب مسيو سيدي. الإمبلوي العامل أو الموظف بونجور يوم طيب بونجور بونجور يوم طيب مسيو مسيو سيدي. وديزيري أنتم تحبذون أنتم تريدون يعني تحبذون يلا. وديزيري يعني العامل يقول له أنتم هذه يستعملها الفرنسيين في المخبزة والمارشي يعني في السوق وكذا. وديزيري أنتم تحبذون تريدون vous désirez je vous désirez le client je vais يقول له الزبون je vais prendre انا ساخذ je vais prendre deux baguettes انا ساخذ deux baguettes خبزتين. باغيت الخبز الفرنسي وعب معروف الخبز الفرنسي طويل مثل العصا هذا هو الباغيت باغيت باغيت معروف الخبز الفرنسي بانه طويل على شكل عصا هذا هو الباغيت عصا خبز. فهو كانه يقول اعطيني اثنين عمودين عصايين من الخبز طويلتين هكا دو باغيت دو باغيت اي كاتر بان او شوكولا واربع خبزات مصنوعة بالشوكولاتة. اي كاتر بان واربع خبزات بالشوكولاتة كاي كاتر بان او شوكولا. لومبلوي الموظف فوالا اليك اليك فوالا فوالا. فو ديزيري اوتر شوز انتم تحبذون شيء اخر. فو ديزيري انتم تحبذون او تريدون اوتر شوز شيء آخر autre chose autre chose شيء آخر. الكلية الزبون وي نعم وي. vous avez des croissants aux amandes vous avez à l'aidecum des croissants hilaliyet حلويات على شكل هلال هذا معروف عند الفرنسيين. des croissants hilaliyet aux amandes باللوز مصنع من اللوز الاموند هو اللوز. vous avez des croissants à la découpe hilaliyet ou amandes bilous. L'employé l'amène oui monsieur n'aime si oui monsieur n'aime si vous en voulez combien zaboulen هذه كلها عبارات درس سابق الحوار السابق. هذا الحوار في المطعم وغيره يعني منتشرة بكثرة هذه الكلمات والتراكيب والقوالب. احفظوها كما هي وكرروها واستعملوها مباشرة جد مهمة حوارات جد مهمة. يقول له الموظف أو العامل وي موسيو نعم سيدي فوزون فولي كومبي أنتم منهم من الكواسو يعني من الهلاليات باللوز أنتم فوزون أنتم منهم تريدون كم أو معوض عوضنا الكمية كمية من الهلاليات من حلويات الهلالية لأن كما معروف أن أو تعوض لنا في الغالب كميات والسوائل وغيرها والأفكار نعوضها الشيء التي نستطيع أن نحسبها ونعدها مثل الكميات وغيرها فنعوضها بأو. هنا أو عوضتنا هلاليات كمية من الهلاليات. فوزون أنتم منهم فوزون فولي كومبيان أنتم منهم من الهلاليات كمية يعني تريدون كم. vous en voulez combien
تريدون ولي تريدون كومبيان كم وزن ولي كومبيان وزن ولي كومبيان كي يقول دو دو اثنين اثنين الى اليتين دو سيل فوبلي من فضلكم دو سيل فوبلي دو سيل فوبلي لومبلوي alors اذن alors اذن دو باغيت خبزتين يعني خبز الفرنسي خبزتين عصايتين من الخبز دو باغيت 4 بان او شوكولا 4 خبزات من الشوكولاتة مصنوعة بالشوكولاتة 4 بان او مخلوطة طبعا هي مش مخلوطة وليس مصنوعة مخلوطة بالشوكولاتة 4 بان او شوكولا 4 بان او شوكولا 4 خبزات بها شوكولاتة اي دو كرواسون او زاموند و اي لاليتين باللوز اي دو كرواسون aux amandes et de croissants aux amandes 3,20 8 euros 20 c'est même euro what achelona centime 8 euros 20 من أورواز 20 سنتيم سيل فوبلي من فضلكم يعني يطلب منه العامل 8 أورواز 20 سنتيم كليون فوالا إليك إليك المال أو النقود فوالا إليك فوالا إليك لومبلوي ميرسي مسيو شكرا سيدي ميرسي مسيو شكرا سيدي ميرسي مسيو شكرا سيدي كليون ميرسي شكرا شكرا ميرسي مسيو سيدي مسيو شكرا سيدي ميرسي مسيو ميرسي مسيو او روفوار الى اللقاء او روفوار او روفوار الان اعيد عليكم الحوار باللغه الفرنسيه كليون بونجور مسيو بونجور مسيو امبلوي بونجور مسيو بونجور Monsieur, vous désirez, client, je vais prendre 2 baguettes et 4 pains ou chocolat. Je vais prendre 2 baguettes et 4 pains ou chocolat. L'employé, voilà, voilà. Vous désirez autre chose? Voilà, vous désirez autre chose? Client, ouais, ouais. Vous avez des croissants aux amandes? Vous avez des croissants aux amandes? Vous avez des croissants aux amandes? Employé, oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous en voulez? Combien? Vous en voulez combien? Vous en voulez combien? Client 2. 2. 2. S'il vous plaît. 2. S'il vous plaît. Employé. Alors. Alors. 2 baguettes. 2 baguettes. 4 pains. Ou chocolat. 4 pains. Au chocolat et deux croissants aux amandes et 2 croissants aux amandes 8 euros 20 s'il vous plaît client voilà employé merci monsieur Merci, monsieur. Client, merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. بهذا ينتهي حوار اليوم. أترككم في أمان الله ونعاية وحفظه إلى حوارات أخرى إن شاء الله. شكرا.